للمزيد وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي من هذه الأزمة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن دكتور أحمد عبود المحلل الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أبدأ معك دكتور من حيث انتهت ضيفتي السيدة منال، يعني أقل مستوى استثمارات دولية في بريطانيا والبنوك التي أغلقت كل هذه المعطيات، ما توقعاتك للمشهد الاقتصادي لاقتصاد بريطانيا في الأشهر القليلة القادمة بناء على هذه المعطيات؟ والله احنا يعني بنمر بفترة ركود اقتصادي حاليا بدأت تظهر معالمها بعد أزمة كورونا وبعد أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي ثم أزمة الحرب في أوكرانيا، وده أثر بشكل كبير على أساسيات الاقتصاد البريطاني، وطبعا شهدنا يعني عدم نمو اقتصادي في الفترة السابقة وشهدنا ركود اقتصادي، زيادة في معدلات الاقتراض، ارتفاع في تكلفة المعيشة، ارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع في معدلات الفايدة، وده أثر بشكل مباشر على العائد القومي للموازنة الحكومية، واتجهت الحكومة إلى رفع الضرائب بشكل ما على بعض الهيئات وبعض الشركات، وأيضا اتجهت الحكومة أيضا إلى مواجهة الإضرابات بعدم الاتجاه إلى زيادة الرواتب، لأن ده سوف يؤدي إلى زيادة أخرى في معدلات التضخم. وهنا الأزمة اللي احنا بنقابلها حاليا أن الحكومة ترفض زيادة الرواتب، لأن ليس فقط جهة معينة أو هيئة معينة هي من تطالب بزيادة الرواتب، صحيح الأمر امتد لكل القطاعات. إضرابات طيب دكتور أحمد، يعني في جميع القطاعات. صحيح دكتور أحمد، مسألة عدم إمكانية زيادة الرواتب التي هي يعني محور هذه الأزمة في هذه المرحلة تأتي ربما من وجهة نظر البريطانيين مصاحبة لنقطة أخرى متعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، متعلقة بإرسال المساعدات المادية، بإرسال حتى المساعدات العسكرية، كل هذه تكلفة. ما الحل لهذه الأزمة وما حجم التأثير الاقتصادي جراء هذه المساعدات في هذا التوقيت الذي يمر به الاقتصاد البريطاني؟ ولكن خلينا اقول اكد لحضرتك ان يعني هو الانكماش والركود الاقتصادي هي لا مفر منه، يعني احنا سوف نمر بفتره ركود وانكماش اقتصادي في العام الحالي والعام القادم، وده هيكون متوقع بشكل كبير جدا داخل اوروبا وبالاخص داخل بريطانيا، وان حدث ان انخفضت معدلات التضخم وده امر يعني الحكومه تسعى اليه، ولذلك هي ترفض زياده المرتبات. يعني خلينا اقول لحضرتك ان في علاقة يعني علاقة طردية أو علاقة مباشرة ما بين زيادة الرواتب ومعدلات التضخم. يعني إذا اتجهت الحكومة إلى ضخ وزيادة الرواتب ده سوف يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم وعلى زيادة أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، لأن ده يؤدي إلى زيادة الطلب. وبالتالي سوف نكون في دائرة مغلقة ولن تنتهي أزمة التضخم وتكلفة المعيشة. لذلك الحكومة البريطانية ترفض ذلك بشكل مباشر. طيب إذا ما تحدثنا عن المواطن البريطاني دكتور أحمد وليس الاقتصاد اقتصاد الدولة بشكل عام، لو تحدثنا عن المواطن البريطاني بنتحدث عن تضخم في منتجات البقالة تحديدا وصل إلى مستوى قياسي، بنتحدث عن 16 و17%، وحضرتك تطرقت لمسألة زيادة الرواتب وعلاقتها بالتضخم وما إلى ذلك، ما الخطة للتعامل مع هذا المستوى القياسي من التضخم وكيف سيتعامل المواطن في ظل هذه الرواتب الموجودة بالفعل؟ يعني الحكومة تدعو المواطنين إلى تقليل الاستهلاك وترشيد الاستهلاك وعدم يعني والتعامل مع الأزمة على أنها أزمة ركود اقتصادي وأنها أزمة على الحكومة أيضا أن تقلل من مصروفاتها، وعلى أيضا أفراد أن تقوم بترشيد الاستهلاك في الفترة القادمة. يعني ده ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية، هي تحاول ضخ وتقديم مساعدات للفئات محدودة الدخل أو ضعيفة الدخل، ولكن توجه للفئات الأخرى بمحاولة الإبقاء على تخفيض وترشيد الاستهلاك
في الفترة القادمة حتى تمر أزمة التضخم ونستطيع الأسعار إلى العودة إلى طبيعتها مرة أخرى. ولكن يا دكتور أحمد يعني وطبعا حضرتك هناك في قلب الحدث يعني توضح لنا الصورة أكثر، هل هناك أصلا مبالغة في الاستهلاك من قبل الشعب البريطاني؟ لأن هناك تقارير ترد حول مسألة أنه ليس هناك أصلا سلع غذائية متوافرة في العديد من القطاعات. أكون اعتقد لا، يعني هناك السلع يعني متوفره بشكل يعني طبيعي، هناك زياده في الاسعار ولكن السلع متوفره. وخلينا اقول يعني بشكل مباشر، هو يعني المواطن داخل بريطانيا كان لديه مستوى معين من المعيشه في الفترات السابقه. بريطانيا دوله قويه اقتصاديا، لديها امكانيات قويه اقتصاديا واقتصاد قوي وعمله قويه اقتصاديا. كان المواطن يعيش في مستوى معين، لديه سهولة في الحصول على المنتجات الأساسية ويستطيع توفير لقضاء أجازات في فصل الربيع أو في الكريسماس أو كذا أو كذا، والاتجاه إلى بعض الأنشطة الأخرى. ولكن يعني مع الأزمة الاقتصادية أصبح الأمر ليس كما كان الوضع عليه، ولذلك هو يعني يرى أو يعني نشوف أن المواطن هنا بيحس أن خلاص أصبح في ضيق في المعيشة بشكل ما، وعدم القدرة على مواكبة ما كان يفعله من قبل في قبل الأزمات الحالية. طيب دكتور أحمد، إذا ما تحدثنا عن العملة، كيف تقيم أداء الاسترليني في هذه المرحلة وماذا تتوقع للاسترليني في المرحلة القادمة؟ دكتور أحمد، طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال بدكتور أحمد عبود المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا، حدثنا من لندن.